لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: في باب قول الله تعالى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا الآيات، قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال الشيخ الغنيمان حفظه الله: ابن عمر هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، أمه زينب بنت مضعون الجمحية، ولد سنة 3 من البعثة النبوية، وهاجر إلى المدينة وهو ابن 10 سنين. وأول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، وكان من سادات الصحابة وعبادهم المجدين، مجتهد في العبادات، وهو من المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف بالعزوف عن الدنيا والاستعداد للآخرة، كما عرف بشدة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره. له في الصحيحين 280 حديثا. توفي 73 في مكة، وقد بلغ من العمر 87 سنة رضي الله عنه. قوله مفاتيح الغيب، ذكر البخاري هذا الحديث في الاستسقاء بلفظ مفتاح، وفي بعض النسخ مفاتح. وفي تفسير سورة الأنعام وسورة الرعد بلفظ مفاتح، وفي بعض النسخ مفاتيح. والمفاتيح جمع مفتح بكسر الميم، اسم الآلة التي يفتح بها، مثل منجل ومناجل، وهي لغة قليلة. والمشهور مفتاح، وجمعه مفاتيح، قد قرأ بها في الآية: وعنده مفاتيح الغيب، قرأ وعنده مفاتيح الغيب ابن السميقع. ويطلق المفتاح على ما كان محسوسا مما يحل غلقا كالقفل، وعلى ما كان معنويا كما جاء في الحديث الذي صححه ابن حبان: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. قوله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، قد بين هذه الخمس بأنها ما يغيض من الأرحام، أي ما ينقص. المقصود فيها ما ذكر في الآية: ويعلم ما في الأرحام. وكأن ما يغيض بعض ما دلت عليه الآية، أو أنه اختصار من بعض الرواه. فقد وردت روايات بلفظ الآية كأن ما يغيض، لأن الله قال: وما تغيض الأرحام وما تزداد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فهو داخل فيما تحمله كل أنثى، فإنه عطف للتفصيل بعض أنواع العلم بما في الأرحام.
قال وما يكون في الغد من الحوادث. وقوله عز وجل في الآيات وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا اللفظ في الحديث أعم، بمعنى لا يعلم ما في غد إلا الله. ولا فرق، فإن الإنسان إذا كان لا يدري ما يكسبه هو فأولى به أن لا يدري ما يكسبه الآخرون أو ما يقع في الوجود بالأولى. فلفظ الحديث قياس أولى على لفظ الآية، والمعنى واحد. قال ومجيء المطر والمكان الذي يموت فيه الإنسان ووقت مجيء الساعة. ولا يعلم متى يأتي المطر، الآية لفظها أخص، وذلك أنه الغيث، فالمطر الذي يغيث الناس وهو المقصود، بمعنى أن البعض يقول الآن قد تمكنوا من رش بعض المواد على السحب لتنزل الماء، وهذا أمر معلوم أنه شيء مؤقت جدا لا يمثل غوثا، وإنما المطر الذي يغيث لا يملكه الناس. والمكان الذي يموت فيه الإنسان، وهو متضمن لمتى يموت الإنسان، لأن الإنسان طالما أنه لا يدري الأرض التي يموت فيها فهو لا يدري الوقت الذي يأتيه الموت، فهنا تلازم في المعنى بين متى الموت وأين الموت. ووقت مجيء الساعة، وعبر عن هذه الأمور الخمس بالمفاتيح بتقريب الأمر من السامع، لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيب عنك، والتوصل إلى معرفته في العادة من باب الحجاب. عايز يفتح الباب اللي هو باب الحجاب عشان يطلع على ما في الداخل، فإذا كان المفتاح الذي لا يمكن الوصول إلى ما في داخل الحجاب إلا بمعرفته لا يعلم، فكيف بما في داخل الحجاب؟ ودل الحديث على أن هذه الأمور ليست هي الغيب وإنما هي منه، وأن علم الغيب من خصائص الله تعالى. وأما ما جاء عن الأنبياء من الأخبار ببعض المغيبات، الجملة اللي فاتت دي معناها أن هذه مفاتيح الغيب الخمس، وهناك أمور مثلها، وبعض الغيب قد غاب عن كل الناس، وبعض الغيب غاب عن بعضهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم، قوله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، هذا يشمل أنفس الملائكة وغيرهم، فهذا مع أنه موجود أو مولود أصله أو بعضه، لأن الجنة مخلوقة الآن، ومع ذلك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال بل ما أطلعتكم عليه، غير ما أطلعتكم عليه من الأمور الخبرية.
قال: وأما ما جاء عن الأنبياء من الأخبار ببعض المغيبات كإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقع بعده من الفتن والفتوح على أمته وبعض أشراط الساعة، وكإخبار عيسى عليه السلام بما يأكله بنو إسرائيل وما يدخلونه في بيوتهم ونحو ذلك، فإن هذا مما استثناه الله تعالى بقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم، وهو من معجزاتهم التي تدل على صدقهم. وقد ذكرنا أن إخبار الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن الغيبيات المتعلقة بمفاتيح الغيب الخمس إنما هو إخبار عن بعض التفاصيل مع بقاء البعض الآخر غيبا، وليس أنهم يخبرون بالضبط متى تقوم أشراط الساعة في أي عام، وإنما ذكر أمورا ربما أقسم فيها الترتيب، يعني أن مثلا ظهور الدجال يعقبه نزول عيسى بن مريم، يعقبه قتل الدجال، يعقبه ظهور يأجوج ومأجوج، يعقبه موتهم بدعوة عيسى صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس ذلك في عام معين ولا في يوم معين، وما أخبروا به في يوم معين أو ساعة معينة فذلك معلق على مشيئة الله. سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. هذا يدلنا على أن إخبار الرسل عن أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، أخبارهم عن بعض هذه الخمس لا ينافي أنها غيب، بل هي تظل غيبا رغم إخبار الرسل ببعض التفاصيل عنها، لأن البعض الآخر لا يزال غيبا. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مما لا يستثنى، لأن جبريل لما سأله قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا: إن الله عنده علم الساعة الآية. وهذا يدل على أن الخمس لا يعلمهن إلا الله، ولا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن من ادعى قيام الساعة في وقت من الأوقات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك أو أخبر بذلك في بعض الأحاديث ويتأولها على طريقة معينة، تعلم بذلك خطأ التأويل وانحراف القول حتى ولو كان أحيانا بطريقة تقريبية، مثل من يقول: أجل الأمة، أجل الأمة دي معناها إيه؟ معناها تقوم الساعة بعدها، لأن الأمة هي آخر الأمم 500 عام، وبعضهم يقولوا 1000 عام، وبعضهم يقولوا طبعا لما تحصل إيه تزيد، يقولوا لا ده كان اللي قبلنا كانوا غلطانين، يقول لك 1500 عام. الله عز وجل أعلم، هذا لا يعلم، نجزم بخطأ من ادعى علم قيام الساعة. وبهذا وغيره يتبين ضلال الذين يزعمون أن فريقا من الناس ممن يدعون لهم الولاية أنهم يعلمون الغيب، وكذا الذين يدعون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. تذكر مرة من زمان، يمكن 30 سنة ولا زيادة، كنت أحاور رجلا صوفيا فقلت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال لي: بس تتواضع بس هو عارف، طب ما أنت تقوم الساعة.
هذا تكذيب للكتاب والسنة. يقول فإنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، وقد أمره الله أن يعلم الناس أنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أظن أن الآية التي هي أولى في الاستدلال قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لأنه نص أن يقول للناس ذلك، وقال ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فنفى تعالى علم الغيب عن الخلق عموما، من في السماوات كالملائكة ومن في الأرض كالأنبياء، فكيف يدعي علم ذلك يدعى علم ذلك لغيرهم. وأما أصحاب الدجل والتمويه الذين يحتالون على أكل أموال الناس بالباطل، كالذين يزعمون معرفة ما في المستقبل بواسطة النجوم أو بقراءة الكف أو فنجان القهوة ونحو ذلك، فهؤلاء لا يخفى ضلالهم وكذبهم إلا على أجهل الناس والمغفلين منهم. ومن الخطر الكبير أن نجد قراءة الأبراج من أكثر الأمور انتشارا على وسائل التواصل. نخش كل يوم الصبح كده نشوف العناصر الشائعة، ألاقي أبراجك حظك اليوم، أبراج اليوم، كأن في عدد ضخم جدا بيخش. إيه مش كأن، هو ده معناه كده إن دي العناصر الشائعة التي يدخل عليها أكثر الناس، ومثل هذا خطر عظيم. فإن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الإخبار عما يسمى بالطقس كأحوال الجو من أمطار أو رياح أو غيوم أو صحو أو غير ذلك، فهذه توقعات مبنية على مقدمات مستفادة من مراصد الأحوال الجوية التي تتأثر بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلك. ولهذا كثيرا ما يكون الأمر على خلاف ما قالوا. يعني إيه المقصود؟ يعني المقصود بذلك أن هذا لا يدخل في المنهي عنه، طالما المنهي عن ادعاء علمه يعني، وأنه لا يجوز أن يدعى علمه طالما ظل في دائرة التوقعات والاحتمالات. وكثيرا ما يخطئون وكثيرا ما يصيبون لأنهم يتوقعون، والمشكلة دائما تكون في جهلة أرباع المتعلمين، أنصاف المتعلمين كما يقولون. لا ممكن نقول أقل، لأن الناس تفتكر الجاهل ده يفتكر إن بتوع الأرصاد لو قالوا يبقى لازم هيحصل. اللي عندهم علم بالأرصاد يعرفون أن هذا مجرد إيه؟ توقعات وحسابات، وليس الأمر مبنيا على القطع عندهم ولا عند من يعني هو أعلم منهم، لأن الرياح قد تسير في غير الاتجاه الذي توقعوه. قد يقع منخفض جوي في مكان آخر يجذب إليه هذه الرياح مثلا، أو مرتفع جوي يعني يجذب إليه رياحا في مكان ما، أو يطرد رياحا في مكان ما. الغرض المقصود أن أهل كل علم زي مثلا بالضبط كده أهل الطب، اللي مش فاهم في الطب يقول لك إيه دول الدكاترة قالوا، يفتكروا أن ده إيه قطع ويقين، مع ان يعني عايز اقول 99% من الطب انما هو احتمالات. ما فيش ولا باب من الابواب في الطب الا ويكتب حاجه اسمها ديفرنشال دياجنوزيس، لازم يقول ايه التشخيصات المخالفه المحتمله. ما فيش حد يجزم 100%. طبعا في حاجات بتقوي الظن جامد جدا وتبقى قرائن قويه، لكن هذا ليس كثيرا في الاغلب العام.
هذا لا ليس ملزوما به، فضلا مثلا واحد بيحط سماعة ولا بيعمل أشعة ولا بيبص كده يقعد برضو يعني إن شاء الله يعمل تحليل تفصيلي، ساعة بتطلع غلط. وليس هناك هذه الأمور إلا شيء يسير جدا جدا. فالبعض بيفتكرها كده معادلات حسابية، يقول لك أهل الاختصاص قالوا، يعني زي بالظبط كده اللي عم قعدوا يحسموا إيه المعادلات المتواليات الهندسية في ضحايا كورونا لغاية ما يخلصوا على العالم كله في فترة وجيزة، يعني كلام عليه في قدرة الله أن يفعل ذلك. ولكن يعني هذا ليس كما يظنون. المتوالية الهندسية والمتوالية العددية والبتاعة الأسية تأكدوا أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فوصل زي ما وقع قبل كده الطواعين، إيه اللي حصل بالأوبئة؟ يقول لك إيه وبعدين ارتفع، رفعه الله عز وجل. زي بالضبط كده الحسابات مثلا في بلادنا مختلفة عن الحسابات في حتة تانية، مع أنهم كانوا بيقولوا لا ده كده البلد دي موبوءة وفيها، ودول تانية يقول لك هو اشمعنى دول عندهم، لا دول بيكذبوا أكيد، دول الدنيا بايظة خالص. طب ما هو الواقع مش ليس كذلك، الواقع يؤكد. الناس التانية بيموتوا ما بيحدش بيلاقوا مكان يحطوا فيه الميتين، ففضلا ان المستشفيات جامعها ايه مليانة ولا يريدون اماكن في المستشفيات، بعضها قد اغلق خوفا يعني مثلا على يعني من الاصابة، او ان بعضهم قد حول الاطباء منه الى مكان اخر عشان يراعوا كثرة المصابين في ذلك المكان. الغرض المقصود يعني ان نبص لقي ان ايه ان اوضاعنا احنا ليست كذلك، حتى لو في ناس في البيوت ما بيروحوش المستشفيات مش راضين يروحوا، ومع ذلك لم يصل الموتى بالالاف كل يوم بسبب هذا الامر. يعني لذلك ان بعض الناس تظن ان المتواليه الهندسيه يبقى هيحصل بكره كذا، والناس هيحصل لهم كذا، وكمان اسبوعين هيحصل كذا. لا، هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ما يجري في غد، ما يقع في غد، لا يعلمه الا الله. والامور بعضها بقراء تجعلها توقعات، وبعضها يجعلها يعني افتراضات واحتمالات، وبعضها بيكون احتمال راجح وظن غالب، ولا يكاد يوجد اليقين إلا في مثل غروب الشمس وشروق الشمس ونحو ذلك، مع أن ذلك قد يتخلف. فهذا الأمر لكن لجريان العادة المستمرة هذا علمه الناس وبنوا على ذلك حساباتهم، أنهم يقولون غروب الشمس على الساعة مثلا 6:30 إلا دقيقتين مثلا، فيقوم يقولوا مثلا أن هذا الأمر إيه غالبا يحدث كذلك، جريان العادة بذلك. كل شيء وارد، هذا الأمر جريان العادة فيه أقوى، الدرجة تقترب فيه ولكن عمرها ما هتكون يقين، تقترب من اليقين ولكن ليست يقينا. علوم البشر كده، علوم البشر فيها احتمالات، علوم البشر دائما فيها يعني ظن راجح. اللي عارف الكلام ده كويس يعني الذين يتعمقون في العلم، اللي بره العلم يفتكر ان دي قطعيات العلم اللي هم فيه يعني. ثم الغيب نوعان، احدهما ما يتعلق بذات الله تعالى. قال واراد بالغيب المذكور او بالغيب في الحديث المذكور الغيب الحقيقي، اذ لبعض الغيوب علامات ومقدمات يستدل بها على شيء من ذلك، وهذا ليس غيبا حقيقيا، فالغيب الحقيقي لا يعلمه الا الله تعالى. العلامات والمقدمات دي بقى اللي هو اللي ليست الغيب الحقيقي، اللي هو اللي بنسميه الغيب النسبي، اللي من جنس ما قال عيسى عليه السلام وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. فده ممكن اهل البيت يبقوا عارفين واللي بره البيت مش عارف. وكما ذكرنا قد يطلع المتعاملون مع الجن من اللي بيفتحوا المندل والكهان ومن يكلمون الشياطين عن غيبيات نسبية قد وقعت، يكون قد تكون قد حيرت الناس.
كمان قتل فلان مثلا، وتكون الأمور صعبة. طبعا بلا شك أن الباحثون عن المقدمات والعلامات يبحثون، يعني على سبيل المثال يقول له واخد البصمة، يدوروا مثلا هل في كانت كاميرات تدور على حد، صورت حد مثلا، حيث يطلعون على ما قد غاب عنهم واطلع عليه آخرون. ياخدوا مثلا عينة الدم اللي لقوها في المكان، وبعدين يدوروا في المشتبه فيهم، يلاقوا واحد منهم على هدومه ايه بقع الدم من نفس الفصيلة، يواجهوه. يعني ادي القرائن والمقدمات لمعرفة الغيب الايه النسبي. من هذه المقدمات ما هو مباح كما ذكرنا مثلا من تتبع الشرطة مثلا والمحققين، للقرائن، ومنها ما يكون محرما كأتيان الكهان وفتيح المندل ونحوها، لأن ده تواصل مع الجن وسؤال عن غيب نسبي لم يؤذن فيه فهو داخل في الكهانة. هيجيب أثر عن بعض السلف في ذلك محجوج بالنصوص، فلا حجة في غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دون الرسل الكرام والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس معصوما إلا الإجماع. قال: ثم الغيب نوعان، أحدهما ما يتعلق بذات الله تعالى وحقائق صفاته، والثاني يتعلق بمخلوقاته وهي كلها لديه معلومة. وقد قال الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلما كان كل شيء محصيا في كتاب كتبه الله تعالى عنده، وعلمه محيط وسابق لكل شيء، شبه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالمخازن التي لها أبواب والباب له مفتاح، فإذا كان المفتاح لا يعلمه أحد ولا يصل إليه فكيف بمن وراءه؟ وقد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وحصر صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب الخمس لأنها تشمل العوالم كلها. فقوله ما تغيض الأرحام إشارة إلى ما يزيد في النفوس وما ينقص منها، وذكر الأرحام لأن الناس عليها عوائد يعرفونها وتجارب أدركوها، وقد قرر عليها أحكام شرعية، ومع ذلك لا يعلم حقيقتها، وما تزيد وما تنقص إلا الله تعالى، يعني في مدة الحمل ونقصه ونحو ذلك. فغيرها مما هو أخفى أولى بأن لا يعلمه الخلق. يعني إذا ذكر ما تغيض الأرحام وما تزداد، الآية أعم منها ما في الأرحام، زي ما قلنا يشمل الأجل والرزق والعمل والشقاوة والسعادة وما يقع من تفاصيل هذا الكائن، وكونه يستمر أو لا يستمر أو يجهض أو يزيد بقاؤه في الرحم إلى مدة معينة. وأشار بقوله: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله تعالى، إلى أمور العالم العلوي، فذكر منه المطر لأن له مقدمات وعلامات يستدل بها عليه عادة أجراها الله تعالى، ومع ذلك لا يعلم حقيقة الحال إلا الله تعالى، فكيف بما وراء ذلك مما في السماوات وما بينهما وما يجد هناك من المخلوقات والحوادث والأمور التي يريدها الله. هي الظهر وما يوجد، يستجد
غالب الظن وما يوجد، والأوامر التي يردها الله تعالى ويأمر بها. وأشار بقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى الحوادث الأرضية، وذكر موضع الموت من الأرض، مع أن العادة قد جرت في الغالب أن الإنسان يموت في الأرض التي يستقر فيها، ومع ذلك لا أحد يتيقن أنه يموت في مكانه الذي يعيش فيه، ولا يدري أين موضعه الذي يعرى فيه. فإذا كان الأمر في مثل هذا غير معلوم، فكيف بالأمور الأخرى التي لا علامات لها، التي لا علامات لها ولا مقدمات يستدل بها عليها؟ وأشار بقوله ولا يعلم ما في غد إلا الله إلى أنواع الزمان وما في وما فيه من الحوادث والتقلبات الطارئة، وخص منها غدا لأنه أقرب الأزمنة من المخاطب، فإذا خفي ما فيه فما بعده أخفى وأبعد عن معرفته. ولذا اشترط العلماء في الإكراه أن يكون فوريا، أو ذكر زمنا قريبا جدا جرت العادة بأنه لا يخلف في مثله. وأما اللي هيقول كمان 10 سنين هيحصل كذا، فهذا لا يوجد فيه غلب الظن مهما كان فيه من تخطيط. احنا في شهر 11 ما كانش تصورنا عن العالم والحياة ما يجري الآن، اللي كان حاجز للعمرة واللي كان حاجز للحج على ما جرت به العادات عبر سنوات، وصوا الدنيا العالم كله تغير. فمن الذي يدري؟ لا يدري ما في غد إلا الله. في قصة طريفة بتحكى يعني، انه له كان في واحد محكوم عليه بالإعدام، فقال له عايز يقابل الملك عشان هو عنده قدرة انه يعلم حصان الملك الطيران او الكلام. فالملك قال له ازاي؟ قال له سيبني سنة وانا اعلمه لك، تستلم مني بعد سنة. فسابه، فبيقول هتعمل ايه؟ قال لهم والله خلال السنة يا انا موت، يا الملك يموت، يا الحصان يموت، يعني لا يعلم ذلك الا رفع الازمنة المستقبلة لا يعلم الناس عنها قريبا ولا بعيدا. يعني ما ينفعش يعمل تخطيط، خطط ماشي بس اوعى تجزم. لا، التخطيط ده امر مطلوب، خطط لحياتك. ان انا هقول انا هخلص مثلا كتاب صحيح البخاري في مثلا سنتين، هاخد صحيح مسلم مثلا في 4 سنين، لو انا قرأت ايه كل يوم مثلا ساعة مثلا يعني، وهكذا. فليس ان ده مذموم، ولا يلزم الانسان ماذا يقع في غد. واشار بقوله ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله الى امور الدار الاخرة، وذكر منها يوم القيامة لأنه أولها وأقربها إلى الدنيا. ولا يعلم وقت مجيئه إلا الله، فما بعده أولى بأن لا يعلم. فهذا من أبدع الكلام وأبلغه، فقد حصر فيه جميع أنواع الغيوب وأبطل جميع الدعاوى الفاسدة. ويقصد بالدعاوى الفاسدة كل من يدعي شيئا في علم الغيب. وهذا الحديث إيضاح لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هو موافق لهذه الآية الكريمة ومتفق مع معناه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو عز وجل يقول لا تدركه الأبصار.
ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب. أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب، وهو سبحانه يقول ولا يعلم الغيب إلا الله. يقول كأن سبب هذا القول من عائشة رضي الله عنها ما أخرجه عبد الرزاق في هذا الحديث من طريق مجلد عن الشعبي قال: لقي ابن عباس رضي الله عنهما كعبا فقال ابن عباس: إن بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه مرتين. فكبر كعب وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق: فدخلت على عائشة فقالت: هل رأى محمد ربا؟ فقلت: هل رأى محمد ربا؟ فذكر الحديث. قال النووي تبعا لغيري: لم تنفع عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية، وقد خالفها غيرها من الصحابة، والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك حجة اتفاقا. والمراد بالإدراك الإحاطة ولا ينافي الرؤية، يعني لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. يقول: وهذا عجيب من النووي رحمه الله، فإن في صحيح مسلم الذي شرحه هو قال مسروق: وكنت متكئا فجلست فقلت: ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل. عن هذا لا ينافي ما ذكره النووي رحمه الله. وأخرجه ابن مردويه بسند مسلم فقالت: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: لا، إنما رأيت جبريل منهبطا. قلت: أعجب من كلام النووي ما قاله ابن خزيمة رحمه الله، فإنه ذكر هذا الحديث بعينه، أعني قول عائشة: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: رأيت جبريل نزل في الأفق على خلقه، أو على خلقته يعني، على خلقه وهيئته سادا ما بين الأفق. ثم بعد أسطر قال: إن عائشة لم تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه لم يرى ربه. فهذا ونحوه هو الذي غير النووي رحمه الله، ودعاه إلى رد قول عائشة من غير تأمل للأدلة، والله المستعان. والله كلهم يعني عندهم اجتهاد. لماذا؟ لأنه يمكن أن يحمل هل رأيت ربك أي في المعراج عن ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فيكون سؤالهم عن هذه الحالة، سؤالها عن هذه الحالة فأجابها أن لا، إنما رأيت جبريل منهبطا، وأنها لما احتجوا بالآية قالت: أنا أول من سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع ذلك أن يكون قد رآه في منام، أو رآه بقلبه دون رؤية البصر، والله أعلم. وهذا في الحقيقة لم تنفيه عائشة. عند التأمل يظهر أن الصحابة قد اختلفوا، وعند يعني التفكر في عباراتهم وألفاظهم يظهر أنهم لم يختلفوا، وإنما نقل بعض الناس كلامهم لبعض رضي الله عنهم فأنكروا تعميما معينا أو أثبتوا بنفس الدرجة، ولذلك كان النقل ظاهره الاختلاف.
الخلاصة فيه أن ابن عباس رضي الله عنه لم يثبت رؤية العين، وعائشة نفت رؤية العين لأنها قالت هل رأيت، قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال لا إنما رأيت جبريل، ولم تنفي عائشة رؤية القلب التي أثبتها ابن عباس. بعض الرواة عن ابن عباس قال رآه مرتين، وبعضهم يقول رآه بقلبه مرتين، فهذا أتقن، وقد زاد زيادة في غاية الأهمية، رآه بقلبه ولم يره، إذن هو لم يره بعينه، على ما نفت عائشة واستدلت، والآية تدل على نفي رؤية البصر، لا تدركه الأبصار، وإن كانت تنفي الإدراك، ولكن السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم منها صريح أنه لم يره به، لم يره ببصره. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فهذا حديث حسنه الإمام البخاري وحسنه الترمذي وصححه غير واحد، وهو متلقى عند جملة أهل الحديث، عند مجموع أهل الحديث بالقبول، لا يطعنون فيه لما تضمنه من الصفات، بل يمرونه كما جاء. وقوله رأيت ربي في المنام هذه لا تستنكر أنها رؤية بالقلب، وكونه قد جزم بأنه رأى ربه ليس كرؤية أحد الناس ممن يتهيأ له أو يرى في المنام أنه رأى ربه يفعل شيئا ويتصور صورة معينة. فأما رؤية أحد الناس فإنها لها تأويل وليست رؤية على الظاهر، ليست رؤية بالقلب، لأن هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو الذي قال رآه بقلبه خصها بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلها من الخصائص، كما أن التكليم لموسى. فمن رأى ربه يكلمه في المنام فليس هذا باتفاق أن هذا وحي، بخلاف رؤيا الأنبياء بخلاف كلام الله لموسى. فكذلك ليس هذا سماعا لكلام الله، ليس ما رآه أحد الناس من رؤية ربهم في المنام رؤية بلا تأويل على حقيقتها. يعني من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، هو دي معناها أن هيشوف بقر بجد يأكل بقرا فعلا، ولا دي معناها سنين؟ سبع سنين مش كده، سبع سنين سمان يعني فيها خير، وسبع سنين عجاف، فده مش ان هو هيشوف بعد كده سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ده ما حصلش على ما رأى في الرؤية. الرؤية كان لها ايه؟ تأويل، يحمل رأسه فوق رأسه ايه؟ خبزا تأكل الطير منه، هو ما تحطش عليه خبز، اتصرب والطير ايه؟ أكلت من رأسه مباشرة، صار رأسه طعامها. فبنقول المنامات بتتأول على حاجة مخالفة ليه؟ لما حدث في المنام ظاهرا، إلا رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك هي على حقيقتها. إني أرى في المنام أني أذبحك، يبقى أمر بأن يذبحه إيه؟ فعلا هو شخصيا، مش أنه يذبح مثلا إيه؟ حاجة تانية. فلذلك إذن تخصيص ابن عباس الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن لو قلنا إيه آلاف البشر، مئات الألوف من البشر يروون في منامتهم ولا يكونون كاذبين إن شاء الله، يعني لا لا، أنهم يقول رأيت ربي في المنام فقال لي وقوة. واتفق العلماء على أن هذا لا يعتد به في الأدلة، ولو كان الرجل من أصدق الناس ومن أصلح الصالحين أن هذا ليس له مجال في الأدلة. يبقى إذن ابن عباس بيخصص رؤية القلب الحقيقية بالرسول صلى الله عليه وسلم.
سواء رآه في المنام أو سواء رآه بقلبه في اليقظة. وهي رؤية كما يقول النووي أن الله خلق في قلبه الرؤية كما يخلقها سبحانه وتعالى في البصر بقدرته عز وجل، وهي رؤية بالقلب ليست بالبصر. والإنسان قد يرى بقلبه أشياء كثيرة، وهذا يتفاوت فيه الناس. فما كان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام أو بقلبه وفؤاده رآه مرتين كما قال ابن عباس، فهذا ليس برؤية البصر، وليست هذه الرؤية التي نفتها عائشة ومن نفاها من الصحابة. ومن أثبت رؤية بالبصر فقد أخطأ، ومن نفى رؤية القلب فقد أخطأ. ولله الحمد لا يوجد في الصحابة من يثبت رؤية القلب رؤية البصر، ولا يوجد فيهم من ينفي رؤية القلب، بل من نفى رؤية البصر، ومن أثبت رؤية القلب. ولذا نقل الدارمي إجماع الصحابة على أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه، والله أعلم. بعدين المسألة دي مسألة عقدية مشهورة في الخلاف، وأن الخلاف فيها سائغ رغم نقل الدارمي الاتفاق، وذلك لأنه إجماع مظنون، وإنما هو في الحقيقة جمع بين الأدلة، وإلا لو صح لما اختلفوا. قال: وكثير من العلماء يذكر الخلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وليس في الأدلة ما يقضي بأنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة صريحا، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، على نفيه أدل، يعني أكثر دلالة. كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، أي كيف أراه. طبعا التحريف اللي بيخليه نور إني أراه تحريف باطل، يعني طبعا كل الصوفية في العصور المتأخرة مجمعون على أنهم يرون ربهم، ولا اعتبار بإجماع أصحاب الأوهام، فضلا عن عقائد الحلول والاتحاد وأنواع الفساد. وكل الحكايات سبحان الله، ناس قابلة للخرافة بشكل فظيع. ابن الفرد هو بيموت قال: إن كان نصيبي منكم، ناس بقيت بيت الشعر، يقول: فقد ضيعت أيامي. فبعض الناس يقول ده هو بيقول ايه، وبعدين كده تقلب على جنبه ثم مات. الصوفية يقولوا ايه، ده هو انه كان لغاية اللحظة دي ما شافش ربنا، وهو لما قال كلمه الشعر ده شاف ربنا فابتسم، يبقى خلاص هو اشار لهم كده ان هو خلاص تأليف، وانت كنت معاه لما ساعد فبيموت. وناس من اهل السنة بقى يقولوا ايه، ده يعني جاء ساعة الاحتضار ظهر له بطلان ما كان يحكيه قبل ذلك وما كان يقوله، فعلم انه قد ضيع ايه ايامه وعمره فيما لا طائل، ومات كما يموت يعني غيره من اهل الحيرة والضلال، ان البدعة تكون كذلك، والله اعلم. إلا أن احنا في الحقيقة ما كناش مع ابن الفرد هو بيموت، فهنقعد ندعي ذلك، لكن لأن هم متفقين على حاجة. هو طبعا هو كان بيقول أنه بيشوف ربنا في كل حاجة، هو مش أنه ما كانش شافه لغاية دلوقتي، لا ده كان بيدعي أنه هو إيه شايفه في نفسه في كل يعني مليح ومليحاتي، وأنه بيتبدى في صورة قيس وهي تتبدى في صورة قيس ليلى، مش كده؟ ما هو ده المجنون، مش كده؟ مجنون ليلى وكثير عزة وهو قلوبنا، معرفش مين التاني معاها اسمه ايه؟ فهو بيقول ان هو بيتبدى في كل الصور
وهي تتبدى في الصورة الأخرى، وأنا كنت هم وهم وهي كانت هي. كان كفر طبعا بواح، يعني مخر ناخر عن الملة. رجعنا إلى حديث صحيح مسلم، وده اللي يوافقه رواية ابن مردويه بحديث عائشة، أن عائشة قالت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال لا، إنما رأيت جبريل منهبطا. وده بسند مسلم. وقد قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ولو كان قد رأى ربه بعينه لكان ذكر ذلك أولا أولى. وكذلك قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لو كان رآه لكان ذكر ذلك أولى، كان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس في قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وهذه رؤيا الآيات، لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم. ابن عباس أراد أن يثبت رؤيا عين لكي يرد على من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الإسراء والمعراج مناما أو كان بالروح فقط، مع أن دي درجات مختلفة. خدوا بالكم المنام ده عمره كان حد يكذبه، ولا أنه فيه ما يتعجب فيقول الله سبحان الذي أسرى بعبده. أما الرؤية المعراج بالروح فقط فيبقى البدن موجود والروح حقيقة انتقلت، لأن المنام ممكن يبقى مثل للروح فقط الانتقال، هيئ لها موضع آخر موضع معين، هي ما راحتش الروح ولكن تمثل لها ذلك. لكن الصواب الذي لا شك فيه أن المعراج كان بالروح والبدن. فأراد ابن عباس أن يثبت أن البدن كان حاضرا، فقال رؤيا إيه؟ عين رآها. فإذا ده أخبرهم برؤية الآيات ولم يرهم أن يخبرهم برؤية ربه بعين. قال ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعين، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. ده كلام ابن تيمية رحمه الله. يعني ابن تيمية بيميل إلى إثبات رؤية القلب دون رؤية البصر. وبهذا تبين أن قول عائشة رضي الله عنها هو الراجح الذي تؤيده الأدلة، والله أعلم. وظاهر أن مرادها تعالى أنه لا يرى في الدنيا، وقوله وهو يقول ولا تدركه الأبصار استدلت به عائشة رضي الله عنها، استدلت عائشة بظاهر الآية على نفي الرؤية. وقد قال بذلك بعض المفسرين كما رواه ابن جرير بسنده عن السدي قال لا يراه شيء وهو يرى الخلائق، أقصد في الدنيا. وذكر ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم بسنده إلى إسماعيل بن علية أنه قال هذا في الدنيا، وعن هشام بن عبيد الله نحوه. وذكر السيوطي أن الحسن قال مثل ذلك، أخرجه أبو الشيخ والبيهقي في كتاب الرؤيا. وبهذه الآية تعلق المعتزلة في نفي رؤية الله تعالى في الآخرة، ووجه ذلك أنه جعل متعلق الإدراك البصر، فلما نفاه عنه كان ظاهر ذلك نفي الرؤية. والحق ثبوت رؤية الله رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة كما تواترت به النصوص في ذلك. والجواب عما استدلوا به أن الرؤية ثبتت في آيات أخرى رؤية الله في الآخرة، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى المؤمنون مفهوم المخلفة، المؤمنون ليسوا محجوبين، والأخبار بذلك ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل متواترة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأتعين أن المراد بالإدراك المنفي في الآية هو الإحاطة، وبذلك فسره ابن عباس ورضي الله عنه وغيره من السلف. يعني هو الإمام البخاري ما جابش الحديث ده في هذا الباب
لأجل قضية الرؤية. هو كده رجح مطلقا قول عائشة دون أن يوضح أن مقصودها رؤية البصر، نفي رؤية البصر. ولقد ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، رواه الترمذي وحسنه، صححه الشيخ الألباني، اللي هو حديث اختصام الملأ الأعلى، وفيه جملة من الصفات تمر كما جاءت. قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري، فوضع كفه بين ثديي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فعلمت ما بين السماء والأرض، ما في السماء والأرض، فقلت نعم يختلفون في الكفارات والدرجات. الحديث مشهور. طبعا بقى رأيت ربي في صورة شاب أمرض، دي أحاديث ضعيفة الإسناد جدا. البعض قد قال عنها بالوضع، لكن البخاري ذكر هذا الحديث في هذا الباب للجزء الثاني منه، وهو أن محمدا لا يعلم الغيب. قولها ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول ولا يعلم الغيب إلا الله. الضمير في قوله أنه يعلم يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، أي من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب، لأن علم الغيب يختص بالله تعالى، كما قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا له أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والآية في هذا كثيرة، وعلم الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى التي بعث رسله وأنزل كتبه لبيانها، ونفي ذلك عمن سواه، ونفي ذلك عمن سواه. نقول إن بعض الناس بيدعون لبعض الأولياء والآئمة علم الغيب، لكن لأجل ألا يسموه كذلك فيقعون في تكذيب الكتاب والسنة يسمونه بأسماء أخرى، مثل ما تدعيه الشيعة مما يسمى علم الجفر. فالجفر عندهم يثبتونه لعلي وفاطمة ويثبتونه للأئمة، وهو في الحقيقة ادعاء غيب، وهو من أبطل الباطل وإن سموه بغير اسمه، فلا فرق. وأما قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فهي كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهي تبين أن الله تعالى يطلع من يشاء من رسله على من يشاء من المغيبات، وذلك بوحيه إليهم، مثل إخباره عما جرى من الأمم الماضية وما أصيب به من العذاب وغيره، كما قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لكلها أمور غيب نسبي، لأنها قد مضت وقد علمها من شهدها من الأنبياء وأتباعهم. وكذلك الإخبار عن المستقبل من المعاد والجنة والنار التي أطلع الله عليها رسوله فآمن بها المؤمنون وعرفوها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا، هي دي النقطة المهمة، أن دي أنها معلومة إجمالا ببعض التفاصيل، أن فيها مثلا في الجنة فاكهة وحور عين وشراب من أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين ونحو ذلك. يقول أما الإحاطة بالمعلومات كلياتها وجزئياتها ما كان منها وما يكون فهذا إلى الله وحده لا يضاف إلى غيره من الخلق، فمن ادعى شيئا من ذلك لغير الله تعالى فقد أعظم على الله الفرية وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلم الغيب لله وحده، ولا يقال لغيره عالم الغيب. ومن اطلع على شيء منه، ومن أطلع على شيء منه بواسطة الوحي أو غيره يقال أطلعه الله عليه، كالإخبار عن حال البرزخ والحساب والجنة والنار وما أشبه ذلك، وما يدعيه المتصوفة في مشايخهم هو من تلاعب الشيطان بهم، وكذا ما يسمونه الكشوف لا أصل له.
غاية الأماني في الرد على النبهاني، لكن هذا الذي أنكره من الكشف مطلقا ليس صحيحا، فإن الكشف واقع ولكن يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى بما لا يتنافى مع علم الغيب الذي استأثر الله به. فقد يكون هناك شيء يشبه الفراسة، وإن كانت الفراسة عندهم علم يكتسب بالذكاء والفطنة ومعرفة صفات الأشياء والأحوال والأشخاص، والكشف أعلى من ذلك وأنه نوع من الإلهام، لكن قد يكون للعين وللقلب، لكن على أي الأحوال قد يكشف الله عز وجل لبعض خلقه عن أشياء يرونها بأعينهم، كما رأى أسيد بن حضير رضي الله عنه الملائكة جاءت تستمع الذكر، تستمع لقراءته، ورآها مثل الظلة وهادت الفرس، وهذا ثابت في الصحيح. وقد رأى كثير من الصحابة جبريل عليه السلام في صور متعددة، كان أكثر ما يرونه في صورة دحية الكلبي، ورأوه مرة في صورة عربي وهو جبريل عليه السلام، وهذا أمر ممكن. وعلى القول بأن الخضر ولي من أولياء الله عز وجل، أطلعه الله على أو كشف الله له عن أمور مثل أن السفينة تمر على جبار، ممكن ذلك بالأسباب المحسوسة، وكذلك في أمر الغلامين. أما بالنسبة للغلام الذي قتل فلا يصلح إلا أن يكون بوحي، لأنه من الغيب المطلق، ماذا سيفعل هذا الغلام عندما يكبر؟ فلا بد أن يكون بوحي إما إليه وإما إلى نبي في زمنه أخبره بذلك. ولكن على القول بأنه ولي قد كشف له عن أشياء، وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه، وسمع الصحابة جميعا حنين الجذع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء سمعوه وهو كشف، هذا أمر قد حدث بالفعل، وليس كل الناس قد شهد ذلك، فهذا النوع من الكشف ممكن. وإن كان أعلى الكشف هو الكشف عن الحق، ولذا كان الأئمة الأربعة وأئمة الحديث الكبار عندهم أعلى أنواع الكشف، وهو الكشف النافع في الدنيا والآخرة لهم ولغيرهم، من بيان الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم في عامة المسائل التي اتفقوا عليها والتي هي أساس الدين وقوامه، مثل هذه الأحاديث الصحيحة ألهموا وكشف لهم عن صحة هذه الأحاديث وبطلان غيرها، يعني بطلان بعض يعني ما علموه من غير ذلك. الغرض يأتي إن شاء الله في مقام آخر، قضية الكشف، لكن لا يصح نفيه على هذا الإطلاق. عمران بن حصين كان يسلم عليه، فلما اكتوى ترك ذلك، فلما ترك الكي عاد السلام عليه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في تصديق بكرامات الأولياء من أنواع العلوم والمكاشفات ومن أنواع القدرة والتأثيرات، فالغلو في نفي الكشف ردا على الصوفية ليس صحيحا. قول الداودي ما أظن قوله من حدثك أن محمدا يعلم الغيب محفوظا، وما أحد يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تعالى، متعقب بأن بعض من لم يرسخ إيمانه يظن ذلك، حتى ظن بعضهم أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المغيبات، كما فيما أغازي ابن إسحاق أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ضلت، فقال ابن الصليت يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول كذا وكذا، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله،
وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة، فذهبوا فجاءوا بها، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم من الغيب إلا ما قد إلا ما علمه الله. قلت: قد ادعى كثير من المتصوفة والغلاة أن مشايخهم ومعبوديهم من دون الله يعلمون الغيوب، وكتبهم مشحونة بذلك، مثل الطبقات الكبرى للشعراني وجامع كرامات الأولياء للنبهاني وغيرهما من الكتب الخرافية. طبعا مليء بذلك هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.